يسعد صباحكم عن جديد. من عدة مواسم دخلت أزياء الأوفر سايز الموضة ولقت رواج كتير كبير بصفوف عاشقات الموضة، وكتير من الفتيات بيرغبوا بارتداء موضة الأوفر سايز أو القياسات الكبيرة من الملابس، لأنها هيك يمكن بتخبي بروز الجسم وبتعطي إطلالة حلوة. تماما، يعني هي مثل ما بيقولوا عم تواكب الموضة العصرية والمريحة، ولكن طرق تنسيقها من الممكن تكون صعبة، أو بمعنى آخر ممكن يكون تنسيقها بطريقة خاطئة بيخليها إطلالة تبين كارثية ببعض الحالات. لنعرف أكثر كيف بيتم تنسيق ملابس الأوفر سايز ولأي أجسام بتلبق، صارت معنا مصممة الأزياء منار الخطيب. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. في البداية خلينا نحكي عن هاي الموضة بشكل عام، شو هو الموضة الأوفر سايز؟ موضة الأوفر سايز هي المقصود من كلمة أوفر سايز، هي بتجي هي مقاس واحد وبتلبس مثلا لقياس السمول ميديوم لارج. هلا الأوفر سايز المتعارف عليه بلبس مثل ما قلت لك الثلاث قياسات. هلا ممكن بالدول الثانية مثلا مثل الأمريكية فرضاً ما بتلبس للسمول ميديوم لارج، بتلبس للإكسين والثلاث إكسات. الموديل هو اللي بيفرض حاله، الديزاين هو اللي بيفرض حاله اذا كان بيلبس للاكس لارج او الاكسين لارج او بيلبس لللارج تحديدا. فكمان المناطق او البلدان اللي بتصمم الموديل وبتنزله على انه اوفر سايز بيلعب دور بالهيكليه تبعت طبيعه الاجسام تبع كل مجتمع. تمام. وحسب يمكن ستايل القطعه او تنسيقها، تنسيقه القطعه بيلعب دور. طيب الموديل، فكره الموديل 100%. طيب هلا نحن فينا نقول انه الاوفر سايز هو بيلبق للكل، يعني قصدي اي صبيه هلا عم تشوفنا ممكن هي يكون عندها قطعه اوفر سايز او حابه تشتري مثلا قطعه هيك تواكب الموضه، فهي اي حدا بيقدر يشتري هاي القطع؟ اكيد هذا الحكي. هلا لانه رح نفوت على تفاصيل الجسم، مثلا عندك النحيفه فهي اوقات ممكن تكون نحيفه ما بتحب الشيء اللي بيكسمها فممكن تلبس الشغلات العريضه، عرفتي كيف؟ عندك الناصحه ممكن بتخبي الديفو، مثلا بتلبس الشغلات الطويله اللي عند الارداف مثلا مشان تخبي الارداف، الكان البطن، ان كانت النحيفه جسم النحيف او الجسم الممتلئ الأوفر سايز بيناسب. بس الفكرة من الأوفر سايز هو الشخصية تتقبل الأشياء العريضة، عرفتي كيف؟ نحن كشعب عنا هون ببلدنا من دايما منميل للأشياء الضيقة أكثر اللي بتظهر مفاتن الجسم أكثر. هي موضة من 5 سنين 6 سنين الأوفر سايز، بس هلأ هالسنتين هدول انتشرت بشكل أوسع. في صبايا يمكن ببالغوا بالأوفر سايز بتلاقيهم مختفيين، مثلا بتكون قطعتها هيك خفيفة ناعمة بتلاقيها اختفت، يعني ما عاد مبينة. شو هي القياسات يمكن المناسبة؟ خلينا نقول يعني في ناس تلبس اكس لارج لارج، كيف لازم تعتمد الصبية المعايير؟ أعطي توجيه تاني بالنسبة للصبايا، أوقات بيشتروا أونلاين، الشري الأونلاين من بلد لبلد بتفرق القياسات، هذا اللي كنت بالبداية عم أقول لك عليه. عندك مقياس السمول لللارج اللي بيتناسب بالأوفر سايز، هو مثل ما حكينا الموديل بيلعب دور، الاتجاه البلاد المجتمعي تبع شكل الأجسام من مجتمع لمجتمع بيختلف. عندك شرق، هلا كل شيء اتجاه شرق آسيا الأوفر سايز تقريبا بدك إياها لللارج ما بتلبس الأوفر سايز، اللارج ما بتلبس يعني للميديوم إجمالا. تماما. تجي للاتجاه الجنوبي الامريكي عندك الاجسام الضخمه، الاوروبي كمان نفس الشيء، وقت بتجيبي شغله من برا اونلاين من اتجاه امريكا مثلا بتلاقي القياس اللي بدك تاخذي السمول بيلبسك ميديوم لارج، ما بيلبس سمول، فبتجي قياساته اكبر او مختلفة، فبيلبس للاكسين والاكس الاكس للاكس ثلاث اكسات اوقات ممكن، فهي هو ميزته. هلا انت كنت عم تقولي لي الصبيع بتكون خيال مثلا، اي لانه هو القطعه اوريدي ما لها بينسات فهي بدها تجي فلو، عرفتي كيف؟ وهو الاتجاه انه انت تعرفي من وين عم تشتري القطعه لحتى تعرفي تختاري الشيء الصح، القياس الصح اللي بيناسبك، عرفتي كيف؟ هي النقطة. طيب خلينا شوي نحكي على تنسيق هي خلينا نقول الاطلاله او القطعه الاوفر سايز. هلا في صبايا هن مثلا صبايا المحجبات اجمالا هن بشكل عام بيلبسوا الاشياء الاوفر سايز، الاشياء العريضه اللي هي ما انا كثير ضيقه على قد الجسم. خلينا نبلش بالصبايا المحجبات وكيف هن بيستفيدوا من هي الموضه كشيء كمان بيلبق مع ستايلون ومع الحجاب. هلا كمان مثل ما انت ذكرتي هي المحجبه اوريدي فكره الحجاب فهو عدم اظهار مفاتن الجسم، هي النقطه الاولى. كمان هذا بيساعد انه هي ترند وموضه وبتقدر تلبسها،
تمام. هلا مثل ما كنا عم نذكر انه هي ما يعني فينا نغطي لحتى الارداف او حتى لتحت الارداف لعند الشكل الفخذ لتحت قبل للاسفل ننزل فيه لتحت. بتقدر تستفاد فيه. بدي تلبس بنطلون ضيق لتقدر تغطي. دائما تلبسي عريض من فوق لتحت ان كان بالبلوزه بنطلون او بنطلون عريض او بلوزه عريضه فبيعطي شكل شوي فينا نقول ممتلئ كثير بيعطي. فانت بدك تحدد تلبسي مثلا كنزه طويله على بنطلون شوي عاطي، ما بدنا نقول بارز تفاصيل الجسم بس لا شيء انه عاطي شويه فوليوم شويه حجم خفيف ليقدر يعطي شكل مقبول. هي بالنسبه للمحجبه. نجي للتنوره. التنوره اجمالا فيها تقدر تلبسها فهي ما بتظهر كثير مفاتن الجسم، فيها تلبس عليها بلوزه او قميص اوفر سايز. هو الفكره من الاوفر سايز في نقطه نحن رح نحكي فيها انه هي ما فيها خوايط. الخيطه تبع الكم مثلا بدها تكون نازله، يعني ما في عندك عند الكتف يحدد او حدد حفره الباط، تمام؟ ليش؟ لانه هو بيعطي تكسيمه او حر عدم حركه. مثلا ما يكون في بينسار، هذا الاوفر سايز المقصود فيه. ليش بنروح فيه على تريكو اكثر؟ التريكويات بنشوف فيها الاوفر سايز اكثر لانه ما في عندك خوايط للقطعه، ان كان تفصيلات بينسات بتجي ممكن الكم يجي يمكن اكثر فلو، فبتلاقي في بالتريكو الاوفر سايز اكثر، والخيوط بتكون مثلا ممكن تستعمليها رقيقه، تمام؟ فهي بالنسبه للشتوي. وبالنسبه للصيفي كمان بالاوفر سايز ما فينا نقول صيفي لانه كمان هي فينا ناخذها كقماشه صيفيه شتويه. عندك الجورسيهات كمان من القمايش اللي ممكن تعتمديها على الاوفر سايز، بتعطيكي حجم فلو واسع وعريض. الساتانات في نقطه ثانيه كمان مهمه، كنتي عم تقولي على المحجبات، رح اقول لك شغله ما له علاقه بالمحجبات. عندك الساتانات نحن بالعاده بنشوفها على الكاجوال. الاكثر اللي ميال للاوفر سايز هو الشباب الصغير من سن 13 سنه لانه هي موضه جديده. مثل ما كنت عم بقول لك قبل شوي عم بذكر انه هن بيميلوا للاشياء الضيقه اكثر. الجيل هلا الجديد من عمر ال 13 سنه بتلاقي البنطلون العريض النفخ، تمام؟ او البنطلون كثير واسع مع البلوزه القصيره مثلا الكت بتجي قطع وعريضه وواسعه، تمام؟ وعليها بتجي من مثلا من انواع الاقمشه عندك الفليس القطنيات اللي مايله للكاجوال اللي بتقدر تلبسيها كل يوم. فهذا العمر هو اللي مايل اكثر للاوفر سايز. بالنسبه نحن للسبورات او السبور شيك نحن بنقسمها ثلاث اقسام، للسبور والسبور شيك بتلاقي مثل ما ذكرت بالاول عندك التريكويات، بتجي عندك الفيسكوز الجورسيهات اللي جايه مصوفه شوي من جوا مايله للشتويه. نجي بقى للشق الثالث وهو السهره، تمام؟ هل ترى نحن انه بالسهره في عندنا شيء اسمه اوفر سايز؟ تماما. الفكره غريبه شوي انه على السهره موجودة. اوفر سايز بس للاسف ما نزلت الصور. في عندنا هلا دارج على الذهبي الجواكيت الفلو العريضه تماما اللي بتكون نازله مع الشورتات الجواكيت. بعدين نسينا نذكر شغله مهمه بالنسبه نرجع للاول، الجواكيت الاوفر سايز الرسميه كثير موضه هدول حلوين عن جد على الجينز والجاجرز هن موضه هلا لسنتين ثلاثه كمان. صح. بالنسبه لهي الجواكيت حتى بالنسبه للجوخ كمان الاوفر سايز النفخ اللي بتجي عند الكم المنفوخه غير البفرات هدول غير البافرز يعني تماما الجوخ نحن عم نحكي اللي بيجي طويل هدول جايين غير كمان دارج العريض. هلا هو يمكن الحلو بهي الموضه انه هي فعلا نزلت بكل شيء وهي الصبيه فيها تنقي مثلا قطعه هي تقدر تتناسب معها تنسقها بطرق مختلفه تقدر تلبسها باكثر من ستايل. يعني قديش هذا الشيء حلو انه بتقدر الصبيه فعلا تغير بستايلها. كيف الصبيه اللي هي ما لها محجبه تقدر تنسق الاوفر سايز بمثلا بستايلات جديده؟ شفنا كثير هلا مثلا السانتور مثل اللي انت حاطتيه، الاحزمه اللي هي بتكون العريضه اللي بيقدروا الصبايا كمان يستخدموها، بيقدروا يستخدموها مع الاوفر سايز او كيف؟ هلا كنا عم تقولي انه النحيفه كيف فيها انه تمام اللي كثير هلا تماما بتضيع لانه تمام. هلا هي الفكره انه ما بده يكون سنتور كثير ضيق مثل هذا، لا نحن بدنا الاوفر سايز مثل ما كنت عم بذكر قبل شوي ما بده يكون في بينسات فلو كثير عريض. فانت لحتى ما كثير يعطي انه حجم ماله ظابط لحجم الانثى اللي لابسته فالشريط
مثلا ساتاني او من نفس القماش، ممكن اذا كانت لابسه فستان طويل انها تقدر تربطه على خصرف بيعطي السنتورات رفيعه كمان، رفيعه كمان بتلعب دور اللي يعطي انه موجود في خصر، عرفتي كيف؟ وخاصة إذا كانت نحيفة تقسيمة بسيطة بس حتى يبين جسمها. إذا كانت نحيفة هي فكتير بده يعطي بده لازم يبرز على القليلة شكل الخصر مثل ما قلتي، فبده تضيع فيه تمام. بس كنا عم نحكي على السهرة، السهريات إنه هي فكرة جديدة هلأ عم تنطرح، هلأ موضتها بالنسبة للأوفر سايز، فرح نشوفها هلأ بالسنة الجاية واللي بعدها أكثر موجودة. عم تعطي شكل ستايل حلو، عم نلاقي القصات عند الكتف موجودة اللي كنت عم بذكر لك عنها. وعلى فكرة من الأقمشة اللي هلأ دارجي عم نشوفيها على الجلديات الأوفر سايز، عم نشوفيها كمان على الساتانات اللي ذكرت قبل شوي، عم نشوفيها على التفتة تمام اللي هي خرج سهر أكثر. عم تلاقي القصات طبعا من عند الكتف كمان واسعة تمام وبلا كم الكتف، وبتلاقي كمان القصات الطويلة الطويل والقصير بنفس الموديل عم نشوفه صحيح وواسع عم يكون. شكرا كثير لك. يعني هلا كل الصبايا اللي عم يسرقوا الهوديات تبع اخواتهم الكبار عم هيك بيكونوا مبسوطين بهي الفكرة. شكرا لوجودك وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها.